من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة الوزراء، حيث استقبل صباح اليوم رئيس الحكومة بايمي باتاكالبير بمكتبه أعضاء مجموعة الصحفيين الشادين من أجل حرية الصحافة، متناولا معهم الحديث حول القضايا التي تخص الصحافة في البلاد. تقرير خالد موسى الحاش. تمر الصحافة الشادية بفترة عصيبة في ظل الأزمة الاقتصادية التي أثرت تداعياتها على عملية الإنتاج في وسائل الإعلام وتراجع المبيعات بالنسبة للصحف المقروءة. وفي هذا السياق تجيء مقابلة رئيس الوزراء باهيمي باداكالبير لبعض أعضاء مجموعة الصحفيين الشاديين من أجل حرية الصحافة بقيادة المتحدث باسم المجموعة موساي أفينير ديلاتشيري. المقابلة تناولت جملة من القضايا التي تخص الصحافة والصحفيين التشاديين، كإعفاء المواد التي تدخل في إنتاج الصحافة المسموعة والمرئية والمقروءة من الضرائب، وتسهيل الحصول على المعلومات لدى الدوائر الحكومية خاصة بالنسبة لوسائل الإعلام الخاصة، بالإضافة إلى دعم وسائل الإعلام. موساي أفينير ديلاتشيري المتحدث باسم مجموعة الصحفيين الشاديين من أجل حرية الصحافة متحدثا عن الهدف من المقابلة. لجينا رئيس الوزراء هجينا له في خلامنا بريس اليوم ترفو جورنو ما راديو دول هتشيرين مال ما عنده كدمة بيقى قاسي هجينا في خلامنا انفورماشن بيبليك اليوم كم شفتو عدير ده على صحفين هنا بريس بريفي ما عندهم حلال كي ديرب كي فكا كي يجو في السيتشو أنا أكوما كله في كلام ده سينا بروبوزيشن لرئيس الوزراء وكل في كلام كلامنا ده قال غوفرنما أنا وبشيلة بيدينا تيرين يشيفا كيف كي يسي على يسايدة فوق السافين يسايدة فوق الميديا كله. رئيس الوزراء باهيمي باداكالبير بدوره وعد بأن حكومته التي بدأت فعليا في دعم ومساعدة وسائل الإعلام على الازدهار ستبذل المزيد من الجهود لكي يتحسن الوضع الاقتصادي لوسائل الإعلام، كما أكد سعي الحكومة لتسهيل وصول وسائل الإعلام إلى المعلومات وضمان أمن وحرية الصحفيين.